يا مساء الخير عليكم الجمهور الجميل اللي منورنا الاستوديو. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. مساء الخير عليكم ومساء الخير على مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان في العالم. اهلا بكم جميعا في بدايه حلقه جديده من النسخه العربيه لبرنامج المسابقات العالمي ويل اوف فورتشن، دايره الحياه. مساء الخير عليك يا هبه، اخبارك ايه؟ تمام، كله تمام؟ كله تمام. يلا بينا على طول، ما نضيعش وقت، يلا بينا على طول. إذن دايرة الحياة عبارة عن مجموعة من الجولات، كل جولة بيكون ليها رصيدها الخاص. في بداية كل جولة بيظهر سؤال على الشاشة ومطلوب من المتسابقين معرفة الحروف الصحيحة للإجابة على السؤال ده. دلوقتي هنبتدي مع بعض سؤال السرعة الأول اللي قيمته 1000 جنيه، الحروف هنا هتظهر على الشاشة عشوائياً، والمتسابق اللي هيكون أسرع من بقية زملائه ويحل السؤال صح هو اللي هيكسب 1000 جنيه. وسؤال السرعة الأول فيه أفلام. أحمد، النوم في العسل. النوم في العسل إجابة صحيحة، وألف جنيه بتروح لأحمد ماهر اللي منورنا الدنيا. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء النور، أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله رب العالمين. مكتوب قدامي إن أنت مهندس برمجيات. إن شاء الله. مجال برضو مش معقد شوية؟ هو صعب شويه يعني، بس مجال الكمبيوتر كويس حلو بس يعني. ليه ناس ودلوقتي حتى الاطفال بالزبط. الصغيرين بقوا عندهم درايه غير طبيعيه بالموضوع ده. بالظبط، خلاص هو جيل الكمبيوتر كله. تمام، وانت بتحب الجيمز والحاجات اللي زي كده، عشان كده انا بحب اعمل جيمز مش هلعبها. بتعمل جيمز؟ بالظبط. بس اديك يعني هتجرب تلعبها معانا ونشوف مبدئيا هيحصل معاك ايه. منورنا الدنيا يا احمد. ومعانا كمان شريف راشد. مساء الخير، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام. انا عارف ان حضرتك مدير عام لاحد الفنادق في القاهره. تمام. اخبار السياحه ايه اليومين دول؟ بروميسنج ان شاء الله. كان نفسي اسمع منك كلمه بروميسنج دي بشكل ان هي واعده، وان احنا ان شاء الله يعني لا ان شاء الله واعده هترجع ايام السياحه جميله ان شاء الله. واحده ما فيش شك فيها. اكيد اكيد. بنت 9 سنين والولد تمام. 9 سنين والولد تمام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليك ربنا يخليك. ومعانا كمان ايمان اسامه. مساء الخير يا ايمان. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. انا وقفت قدام التايتل بتاعك، مكتوب عندي اخصائيه علاج بالضوء والالوان. انا كنت متوقع انك تسالني السؤال ده. اكيد بتسالي السؤال ده كتير. اكيد ده انا بحتار جدا ان انا احتار اقعد اشرح المجال ده. لا باختصار في جمله لو قلت لك ده مجال جديد، فيلد جديد هنا في مصر. اوكي. واوريدي انا بدرسه بره حاليا وبحاول يعني احوله هنا، يعني الناس تطبقه هنا. وبحاول ده علاج لامراض نفسيه ولا امراض عضويه؟ امراض عضويه يعني علاج الضوء مثلا بيعالج الام الظهر والباك بين والنيك بين، حاجات كتير قوي. فيلد جميل جدا. سبب عشان تعدي ناس كتير ان شاء الله. منورين الدنيا، كل سنه وانتم طيبين. ودلوقتي بنوصل معاكم ومع الثلاث متسابقين لسؤال السرعه الثاني اللي قيمته هو كمان 1000 جنيه، وسؤال السرعه الثاني هيكون فيه رياضه. شريف، الوثب الثلاثي. الوثب الثلاثي اجابه صحيحه، وألف جنيه بتروح لرصيدك. ودلوقتي بنوصل مشاهدينا للجولة الأولى، يعني جه وقت دايرة الحياة. دايرة الحياة زي ما انتم شايفين كده متقسمة ل 24 خانة، كل خانة بيكون عليها إما قيمة مادية أو كمين بشكل من الأشكال. كل الحروف متاحة ما عدا الثلاث حروف المعروفين الألف والواو والياء، لأن دول حروف المساعدة ممكن جدا المتسابق يشتريهم لو رصيده يسمح بده. قيمة كل حرف منهم حوالي مش حوالي هو 150 جنيه، بتتخصم مرة واحدة بس من رصيد المتسابق. المتسابق صاحب أعلى رصيد في كل الجولات هو اللي إن شاء الله هيوصل معانا للجولة الأخيرة. وسؤال الجولة الأولى فيه ماذا تفعل؟ والبداية عندك يا شريف. حرف اللام. واحد لام بأول 800 جنيه في رصيدك عن الجولة دي. تلف تاني. بكل أسف راح الرصيد. وبشكل عام عايزك تعرفوا ان راح الرصيد معناها ان راح الرصيد عن الجولة دي مش الرصيد العام. الدور بيجيلك يا إيمان. اوكي اتفضلي. 1000 حرف ايه؟ حرف النون. مش موجود حرف النون. دورك يا احمد اتفضل. 200 حرف التاء. 2 ت ب 400 جنيه يروحوا للرصيد.
700 حرف؟ حرف السين. واحد سين ب 700 جنيه في رصيدك. مئتين حرف العين. مش موجود حرف العين. اتفضل يا شريف. 250 حرف الف. مش موجود. ايمان دورك اتفضلي. 700 اي حرف؟ حرف الميم. مش موجود حرف الميم. اتفضلي يا احمد. 700 حرف الكاف. شريف اتفضل. 900 حرف الباء. واحد ب ب 900 جنيه في رصيدك. حابب تشتري حروف مساعده ولا تلف؟ لا الف. طيب اتفضل. 700 حرف الغين. مش موجود. ايمان اتفضلي. 50 عند ال 250 اي حرف؟ حرف الشين. مش موجود. احمد اتفضل. 700 حرف الهاء. مش موجود. شريف اتفضل. 200 حرف القاف. واحد قاف ب 200 جنيه في رصيدك. تحب تعمل ايه؟ تشتري حروف مساعده ولا تلف ولا تحل؟ الف. اتفضل. 200 حرف الطاء. مش موجود. ايمان اتفضلي. 1000 اي حرف؟ حرف الري. 2 ري ب 2000 جنيه بيروحوا لرصيدك. مش فاضل غير الحروف المساعده. لازم تشتري حروف مساعده. لازم تشتري حروف مساعده. الحروف العاديه خلصت. تشتري اي حرف؟ حرف الالف. 3000 موجودين في السؤال. تشتري حرف الواو. تمام. 2 واو موجودين. حرف الياء. اقرا روايه بوليسيه. اقرا روايه بوليسيه. اجابتك اجابه صحيحه يا ايمان. برافو عليكي. رصيدك العام لغايه دلوقتي 1550 جنيه. هنرجع لك مره ثانيه انت واحمد وشريف، وطبعا لكل مشاهدي دايره الحياه في كل مكان، بعد ما نتوقف مع الفاصل الاعلاني السريع ده ونرجع مره ثانيه. اهلا بيكم مره ثانيه مشاهدي دايره الحياه في كل مكان. وصلنا دلوقتي لتاني جوله من جولات دايره الحياه. عايز اقول لكم ان احنا زودنا على الدايره خانه ال 2000 جنيه، بالتالي ال 2000 جنيه بقت هي القيمه الماديه الاعلى الموجوده معانا في الجوله دي. وسؤال الجوله الثانيه فيه اكل وشرب، ودي كمان علامه لان احنا دلوقتي عندنا جايزه اليوم. جايزه اليوم هيفوز بيها اللي ان شاء الله هيفوز منكم بالجوله دي. هقول لكم وقتها ايه هي الجايزه. عموما البدايه عندك يا ايمان، اتفضلي. ها عملتها 2000 اعلى قيمه. تختاري حرف ايه؟ حرف اللام. 2 لام ب 4000 جنيه بيروحوا لرصيدك. بدايه جميله. تحبي تعملي ايه؟ تشتري حروف مساعده ولا تلفي ولا تحلي؟ اتفضلي. 600 حرف؟ حرف النون. 2 نون ب 1200 جنيه في رصيدك يا ايمان. تشتري ولا تلفي؟ ألف. 500 حرف؟ حرف الميم. واحد ميم ب 500 جنيه في رصيدك. تعملي ايه؟ ألف تاني. اتفضلي. 700 حرف؟ حرف السين. واحد سين ب 700 جنيه في رصيدك. تشتري حروف مساعدة ولا تلفي ولا تحلي؟ اشتري حروف مساعدة. حرف؟ حرف الألف. واحد ألف. خسر منك 150 جنيه. اشتري حرف الواو. واو. 2 واو موجودين في الجملة.
وبكده بتكون حروف المساعده خلصت. تحبي تعملي ايه؟ تلفي ولا تحلي؟ الف. اتفضلي. اوعى 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 اوعى. عديتي الخطا. 900 حرف. حرف الحاء. مش موجود حرف الحاء. دورك يا احمد اتفضل. 500 تختار حرف. حرف الهاء. مش موجود. اتفضل يا شريف. 400 حرف الراء. واحد راء ب 400 جنيه في رصيدك. بس ولا حاجة. 400 حرف كاف. واحد كاف ب 400 جنيه. ربعمية حرف الت. أربعة ت موجودين في السؤال. ثالث حل بقى. ما بدهاش بقى شيء. ما بدهاش. بس في حرف واقف معي. لف. ربعمية ط. حرف ط. حرف الط موجود بالفعل. كانت مكرونة بالتونة. ايوه بقى صارت البكالوريا بتقول اجابه صحيحه. عموما يا شريف رصيدك على الجوله دي 2800 جنيه وكمان مبروك عليك الجائزه الجميله اللي انت فزت بيها. تحب تاخد فكره عنها؟ يا ريت. يلا بينا. مبروك كسبت ليلتين لفردين بشرم الشيخ. قيمه الجائزه 4000 جنيه. دايرة الحياة ويل اوف فورشن. حلوة الرحلة طبعا. حلوة الرحلة جاية في وقتها يعني. ظبط انت بس نفسك وشرطاتك وتيشيرتاتك وكله يبقى جميل ان شاء الله. مبروك عليك. قيمة الجايزة دي زي ما انت سمعت معانا 4000 جنيه بتضاف لرصيدك العام اللي بقى دلوقتي 7800 جنيه. مبروكين عليك وهنشوف هيحصل معاك ايه بقى ان شاء الله. فاللي فاضل بقى من نهاية حلقتنا النهاردة خلونا بس دلوقتي نتوقف مع فاصل اعلاني سريع ونرجع لكم مرة تانية بإذن الله في دايرة الحياة. اهلا بيكم مره تانية مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان. وصلنا دلوقتي لثالث جولات دايره الحياه. ال 2000 جنيه لسه موجوده معانا على الدايره ولكن احنا زودنا كمان خانه ال 10000 جنيه. الخانه اللي متقسمه لثلاث اجزاء في النص في ال 10000 جنيه وعلى الجنبين في راح الرصيد. المتسابق اللي هيقف على ال 10000 جنيه ويقول لنا حرف صح هياخد المثلث من على دايره الحياه ولو عرف يحل السؤال خلال الجوله هياخد ان شاء الله ال 10000 جنيه بالكامل في رصيده. وسؤال الجوله الثالثه في اشياء. البدايه عندك يا احمد. ربعمية حرف الكاف. مش موجود. دورك يا شريف. 300 حرف. حرف اللام. 2 لام ب 600 جنيه في رصيدك. تحب تعمل ايه؟ تلف. لسه بكره. 600 حرف. حرف الميم. واحد ميم ب 600 جنيه. حرف النون. واحد نون ب 200 جنيه. بتعمل ايه؟ تلف. اتفضل. 300 حرف. حرف السين. مش موجود. اتفضل يا ايمان. 200 حرف. حرف السين. مش موجود. احمد اتفضل. 250 حرف التاء. 2 تاء ب 500 جنيه في رصيدك يا احمد.
400. حرف الراء. ثلاثة موجودين في الجملة. المرة دي 450. أي حرف؟ حرف الطاء. واحد طاء. هل بتشتري حروف مساعدة مثلا؟ اشتري حرف الألف. خمسة ألف موجودين في الجملة. هل بتعمل ايه؟ تشتري حرف تاني؟ اشتري حرف الواو. مش موجود حرف الواو. شريف اتفضل. متين يا شريف. حرف حرف الهاء. مش موجود. إيمان اتفضلي. فوت دور والدور بيروح لك يا أحمد بس رصيدك زي ما هو. ستمية. حرف الشين. مش موجود. اتفضل يا شريف. متين. حرف الدال. واحد دال. تمام. ألف. اتفضل. متين. حرف الهمزة. موجودة. تحب تعمل ايه؟ تشتري حروف مساعدة ولا تلف ولا تحل؟ طب اشتري الواو. موجودة. ودورك يا إيمان اتفضلي. ألفين يا إيمان. وأي حرف؟ حرف العين. واحد عين بألفين جنيه بيروحوا في رصيدك. بتفكري تحلي بقى؟ بتفكري تحلي؟ هو السطر الأخير هو اللي مش فاكراه خالص. طيب أنت عايز تعمل إيه؟ تشري حروف مساعدة ولا تلفي؟ ألفتين. اتفضلي. مئتين وخمسين. حرف الفي. واحد فيه. تعمل ايه؟ تشتري حروف مساعدة ولا تحلي؟ تشتري حروف مساعدة. اي حرف؟ حرف الياء. اتنين ياء في الجملة. وبكده تكون خلصت حروف المساعدة. دائرة المعارف. اتفضل يا احمد دورك. انا هجاوب. دائرة المعارف البريطانية. دائرة المعارف البريطانية. إجابة صحيحة. دائرة المعارف البريطانية يا أحمد. رصيدك يا أحمد عن الجولة دي 2850 جنيه. ورصيدك العام بقى دلوقتي 3850 جنيه. وطبعا كانت 1000 جنيه راحت لك لان انت حليت من غير ما تلف. هنرجع لكم مره ثانيه بس خلونا نتوقف سريعا جدا مع فاصل اعلاني ونرجع لكم ان شاء الله مره ثانيه في دايره الحياه. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه في دايره الحياه. ودلوقتي معاه سؤال السرعه الثالث اللي قيمته المره دي 2000 جنيه واللي هيحدد لنا مين من الثلاث متسابقين اللي هيبتدي يلف معانا دايره الحياه في بدايه الجوله الرابعه. وسؤال السرعه الثالث فيه كائنات. احمد. فطر. ال إجابة خاطئة. شريف. فرس النهر. فرس النهر إجابة صحيحة. اتكعبلت أنت اتكعبلت ساعة ما قلت لك إيه الإجابة اتكعبلت. الكلام دخل في بعض. إجابتك صحيحة يا شريف. ودلوقتي وصلنا مع كل حضراتكم للجولة الرابعة. وسؤال الجولة الرابعة فيه أماكن.
الصوت ده معناه ان دي اخر لفه واخر لفه بعد اذنكم يعني انا اللي هلفها، والقيمه اللي المؤشر بتاعي هيقف عندها هتكون هي قيمه ثابته لكل الحروف اللي هتتقال بعد كده لغايه نهايه الجوله. حروف المساعده بتكون ببلاش. ماشي الحال؟ يلا القيمة هي أعلى قيمة بالفعل موجودة على دائرة الحياة في الجولة دي 2500 جنيه والبداية عندك أنت يا شريف. حرف الميم. مش موجود. إيمان اتفضلي. حرف النون. واحد نون. تمام. الحل. حرف ال الحل. أحمد يلا. حرف فضل. الألف. حرف الألف. ثلاثة ألف موجودين. تمام. والحل؟ مفيش حل. شريف اتفضل. حرف السين. مش موجود. إيمان. حرف الهي. مش موجود. اتفضل يا أحمد. حرف الطاء. مش موجود. شريف اتفضل. حرف الشين. مش موجود. إيمان. حرف البي. أحمد. حرف الري. واحد ري موجود. تمام. والحل؟ الإجابة. شريف اتفضل. حرف الزين. مش موجود. إيمان اتفضلي. حرف العين. مش موجود. أحمد. حرف الياء. اثنين يه موجودين. والإجابة سريعا. مش عارف أجاوب. اتفضل. وادي الريان. وادي الريان إجابة صحيحة يا أحمد. رصيدك عن الجولة دي 2500 جنيه ورصيدك العام 6350 جنيه، ولكن للأسف ما هواش الرصيد الأعلى. الرصيد الأعلى عند الشريف 9800 جنيه. بنشكرك يا أحمد، شكرا جزيلا. نورتنا حلقتنا. ميرسي جدا يا إيمان إن أنت نورتنا النهارده. شكرا جزيلا. هنرجع لك مرة تانية يا شريف ونكمل معاك بقى الجزء الأخير من حلقتنا النهارده من دايرة الحياة، بس خلونا نتوقف مع فاصل إعلاني أخير ونرجع لكم مرة تانية في دايرة الحياة. اهلا بيكم مشاهدينا في كل مكان. وصلنا دلوقتي انا وشريف لاخر جولات دايره الحياه. دايره الحياه زي ما انت شايف الشريف صغرت شويه ولكن جوائزها كبرت وتصاعدت. احنا عندنا هنا هو على الدايره دي 24 ظرف، 23 ظرف منهم جواه فلوس ممكن تضاف للفلوس اللي انت كسبتها لغايه دلوقتي، وفي ظرف واحد بس فيه الجائزه الكبيره اللي هي I love you. I love you too. I love you, I love you. بابا. بابا. الله عليك يا أستاذ. يا أستاذ عجبتك؟ شيفرولي أفيو للطموحين فقط. تمام كده. انت وحظك. تمام كده. انت وبختك. 23 ظرف فيهم فلوس والظرف الأخير فيه الشيفرولي الأفيو. لف لنا بقى الدايرة. هنا بقى بعد اذنك الظرف من غير ما تفتحه. ايوه ضل. هنفتحه ما تقلقش، بس ايه ثواني كده مع بعض لغايه لما نوصل عند الشاشه الاول عشان نبتدي مع بعض سؤال الجوله الاخيره. وسؤال الجوله الاخيره فيه مهن. احنا عندنا اربع حروف ثابتين، حروف الميم واللام والب والسين. مبدئيا هنشوف ايه من الحروف الاربعه دول موجودين في السؤال. حرف واحد بس. دلوقتي تختار لنا ثلاث حروف عاديين وحرف من حروف المساعدة. اوكي هاخد ال ب. ت معانا من الاربع حروف اللي قلت لك عليهم، لازم تختار حرف تاني. والكاف.
والصاد واليه. كاف صاد يه. تمام. عندك 10 ثواني الإجابة الصحيحة، اتفضل. خلص الوقت للأسف. عموما الإجابة الصحيحة هي حداد كريتال. كان نفسي قوي قوي الحقيقة أضيف المبلغ ده 45,000 جنيه كان ممكن يفوز بيهم شريف لو كان عارف موضوع حداد كريتال ده. وعايز أقولك حاجة كمان يا شريف بعد إذنك، إن أنت كمان فاتتك فرصة إن أنت تفوز معانا بالشيفروليه الأفيو. للأسف. لكن مبروك عليك اولا الجائزه الجميله اللي انت فزت بيها، والرحله اللي ان شاء الله تكون ممتعه. مبروك عليك الفلوس اللي انت حصلتها من خلال حلقتنا النهارده، نورتنا الحلقه. شكرا جزيلا يا شريف، ميرسي جدا لوجودك معانا. وبنشكر كل مشاهدي تلفزيون الحياه في كل مكان على متابعتهم لحلقتنا النهارده، وان شاء الله تشوفكم في حلقه جديده من دايره الحياه. سلام.